ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يا رب النهارده هنعمل مع بعض ورقه دجاج بدل ورقه لحمه. طبعا احنا عارفين ورقه اللحمه تحفه ازاي، فانا قلت اما اجدد بقى ونغير شويه. انا منزلتش معاكم ورقه لحمه قبل كده على القناه، بس ان شاء الله هنعملها. بس المره دي يعني الاختلاف ان هيبقى فيه بدل اللحمه هنحط فراخ. تمام. طبعا هنا الفراخ بتبقى في النص، يعني الخضار تحت بتبقى طبقة خضار، وبعد كده الفراخ او اللحمة لو احنا هنعمل لحمة، وبعد كده طبقة خضار تانية. بس المرة دي زي ما قلت لكم هنعملها بالفراخ، وهنعمل فراخ بتتبيلة جامدة جدا بجد. اول حاجة هنعمل التتبيلة بتاعة الفراخ، هنجيب بصل وفلفلة وطماطم وثوم. تمام. وبعد كده بقى هنجيب التوابل معانا، ملح وبهارات فراخ وبابريكا وكاري فلفل وكمون، بهارات بسيطة جدا ومكونات يعني اكيد موجودة في كل بيت. تمام. هنحطهم كلهم في الخلاط كده هيلة بيلة، ويبقى زي ما انتم شايفين كده. بس كده هنقوم بقى جايبين الفراخ ومقطعينها كده زي ما انتم شايفين، ومدخلين بقى التتبيلة دي جوه الفتحات دي اللي احنا عملناها. بس انا قبل كده على القناة وريتكم الطريقة، احنا بنسلخ الفرخة كده بنشيل الجلد، بس بنسيب الجلد كده متعلق، بس بنشيلها من الحتة بس اللي قدام دي علشان نشرحها، وبعد كده هنغطيها تاني. ده الصدر وبرده الورك بنعمله بنفس الطريقة، وبعد كده هنحطهم في الطبق، وبعد كده بنغطيها بورق ستريتش ده، وبعدين بنقوم حاطينها بقى في التلاجة لحد تاني يوم، او بالكتير قوي لو احنا هنعمله في نفس اليوم اقل حاجة مثلا ساعتين او حاجة. خلاص كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الخضار. هنجيب كده اي خضار عندنا، الخضار اللي انتوا حابين تحطوه. انا حطيت فاصوليا وبطاطس وطماطم وفلفله وكوسه وبصل. تعالوا بقى نحط كل دول كده. لو انتوا عايزين تزودوا كمان خضار زودوا، يعني لو عندكم مثلا بسله شوفوا انتوا حابين تزودوا ايه خضار تاني حطوه، يعني ممكن بروكلي برضو، اي حاجه اي حاجه حطوها. تمام. هنحطهم كلهم كده، وبعد كده نحط بقى توابل، بس مش هنزود قوي عشان احنا برضو حاطين توابل في الفراخ. حطينا برضو نفس التوابل اللي احنا حطيناها، بابريكا وفلفل وكمون وكاري وملح وبهارات فراخ. هنحط بقى كده معلقه سمنه كبيره، وهنقلب كله في بعضه بقى. كنت هنسى حاجه، هنحط كمان معجون طماطم. انا كنت عامله معجون طماطم وكنت حطاها في الفريزر، فجبتها من الفريزر وحطيتها، وهي كانت متجمده برضو شويه عشان كانت في الفريزر، فانا اقلبها وهي بقى دلوقتي هتدوب لوحدها، يعني هتسيح بس كده. واحنا هنا كنا تاني يوم، خلاص خرجنا بقى الفراخ من التلاجة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنفرد ورق الالومنيوم وفوقه ورق الزبده. انا هنا فردتها على الترابيزه، ممكن انتوا تفردوها في صينيه، يعني تجيبوا الصينيه اللي هتدخلوها الفرن وتحطوا عليها مره واحده ورق الالومنيوم وفوق ورق الزبده، وبعدين تحطوا بقى طبقات الخضار والفراخ. انتوا ممكن تعملوا طبقه الخضار كلها مره واحده تحت، وبعد كده الفراخ فوق، وبعد كده تكشفوا الصينيه اللي انتوا هتحطوها فيها، وبعدين تقوموا بقى محمرينها وهي مع الخضار مره واحده في الشوايه. دي طريقه ودي طريقه. وممكن الطريقه التانية اللي انا عملتها دلوقتي تحطوها في النص كده، وبعد كده تشيلوا الخضار، وبعد كده تحطوا الفراخ لوحدها تحت الشوايه تتشوى، وبعدين بقى تحطوها مع الخضار. عايزه اقول لكم ان ورق الزبده ممكن يكون نوعه وحش، فانتوا في الضمان تعملوها كذا طبق علشان ما تتقطعش منكم. تمام كده. خلاص انا فردت كل الخضار وحطيت الفراخ كلها اهو، خلاص كده اهو شايفين سندوتش همبرجر يا ناس. اهو كله طبقه فوق وطبقه تحت، وفي النص في الفراخ. خلاص كده. بعد كده بقى هنلف اول حاجه ورق الزبده، هنلفها كويس جدا، وزي ما قلت لكم نعملها كذا طبقه علشان ما تتقطعش مننا. لو ورق الزبده ده من النوع اللي بيتقطع، في نوع كويس ما بيتقطعش، وفي نوع مش كويس ساعات بيتقطع مننا. تمام. فاحنا هنلفها كويس كده، وبعد ما نلفها كويس جدا ونتاكد ان هي مش مقطوعه من اي حته، هنقوم بقى لفين عليها برضو ورق الالومنيوم كويس جدا. نعمل بقى طبقه من هنا وطبقه من هنا، وبعدين نجبسها كويس قوي. وخلاص كده. بعد كده بقى نحن حطيناها في الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. بعد كده بقى هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص كده، وبعدين بس كده
الحمد لله على السلامة. تعالي تعالي يلا، عشان احنا جوعنا قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نقص كده مع بعض ونشوف. بجد بجد يا جماعة تحفة، يعني الخضار مستوي والفراخ مستوية، وحاجة عظمة 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 بجد والله العظيم، يعني بجد تحفة تحفة، وطعم وريحة يعني وسوى حاجة خيال. دي بألف هنا يعني. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، يعني حاجة تفتح النفس والله العظيم بجد. اول حاجة كده انا بوريكم الخضار بعد ما حطيته في الطبق ده كده. بعد كده حطيت الفراخ في الشواية تتشوى تحت الشواية كده، زي ما قلت لكم انتوا لو عاملين الخضار كله تحت والفراخ كلها، يعني عاملين طبقة خضار كلها تحت والفراخ فوق، ممكن تكشفوا بس البتاع ده الورق وتسيبوا الفراخ زي ما هي كده على الخضار، وتفتحوا عليها الشواية تتشوى وهي على الخضار عادي وبس كده. بس لو انتوا هتعملوا زي هتفرغوا الخضار وبعد كده تاخدوا الفراخ تشوها وتحطوها بألف هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا بقى في القناة وفعلوا زر الجرس واستنوني دايما، بجد دعمكم بيفرق معايا جدا. ولو اول مرة بتشوفوني، انا سلمى محمد ابراهيم ودي قناتي انا وماما مس اماني والشيف سلمى. بألف هنا على قلوبكم يا رب. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات، هتوحشوني قوي قوي قوي. لحد الفيديو اللي جاي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في رعاية الله يا حبايب قلبي، مع السلامة.